حر والله، هطلع من تيابي حر، وما فيني افتح شبابيك عشان اذا بفتح شبابيك بتسمعوا اصوات خارجية عطلي، يعني ما بيمشي الحر. عرفت علي كيف؟ تسمعوا لغة تركية، تسمعوا اشياء غريبة عجيبة من برا. عرفت علي كيف؟ حر حافطس. يا اهلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسار. لا تنسى زر الجرس، اللايك، كومنت، الاشتراك، اند ليتس جو يا بيبي. عزيزي قاضي محترم، كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيك ايش وليت، رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فهميش، رابريت ايش من فضلك، بلاك ودي جانج، ما نقدر ما فهميش، ايت سيجار بليش من فضلك، بلاك ودي جانج، زيد فضلك، ايت سيجار بليش من فضلك، فانتاستيك اكسترا اوردينيري، ذاتس هاو وي دو ات بيبي. يا كبير يا معلم، صفا الاولاد بسطة وتسلك والوضع كله تسجلجلج يا كبير كالعادي. من بعد نجاح اول حلقتين يا كبير اكتشفت انه نحن شعب بنحب نضحك، نحن شعب بومباستيك فانتاستيك اكسترا اورديناري، بنحب نضحك. عرفت علي كيف؟ من انجح الفيديوهات اللي انا عملتها بالتاريخ. حصيله طبعا طول عليكم بالحديث، متابعين بسلسله مع سيزار. فالمهم هلا يا كبير اللي بدنا نعمله انه فوتوا لعندي على انستغرام، اعملوا لي فولو، اعملوا لي لايك عشان انا انسان محترم وخلوق. عرفت علي كيف؟ فنجعله حريقه يا كبير. بدوش يحبه، وكيفاش طيحه وانت العارف اللي هو يحب زبيب، وقت اللي يتك عليك هكا يقول لك اسمعني المصلحة الخدمة عاود لي كل شيء، ولد الشريكة انت اذا بدك ليه مو بولد الشريكة دونك حاجته بيك عصفور. فما عصفور انا نعرفه في خدمة يميمتي. لحظة اجا نفسرلك بور كومونسي ساعة، الشريكة عمرها ما تجيب ولاد، الشريكة عاقرة، دونك هذيك طمنتي باش انت تجي ووقت اللي تصب له يتردهم ويتردك، معناها تولي صبيب وبهيم استرجل، ما عادش تصب اصحابك يا هم يا رمز يا صبيب. اه يا صبيب يا صبيب يا صبيب واحد تفوق. فما الصبيب الهوليودي، نعرف فبش نفسر لكم الصبيب الهوليودي هذايا ما يصبش بصحابه وما يصبش العرفه، لا هذايا طريقته مزخمه في الصبه. مزيانه هكا باش يوصل العرفه اللي انت ما خدمتش خدمتك، والا مثلا جيت روتار، والا مثلا عملت اي عمله ولا اي حاجه، كيفاش يوصلها له؟ مثلا اسمعني عارفي راني انا توا مشيت جبت الفيشه هذية، والفيشه هذية وريت وقت اللي انا جاي خذيت تاكسي ب 18000، وريت وقت اللي انا باش نشق الكياس فما قنبله ذريه هبطت سكيفيت بها ما جاتش فيا، فما ديناصور يطير فيلم يعمل لك فيلم. هي هكا راهو السرد نتاعو يردها هكا، فبعد ما يحكي الحكايه تلقائيا عرفوا يحس بالذنب، يقولوا فريمون برافو يعطيك الصحه، وهو ما عمل حتى شيء، انت خدمت اكثر منه، انت مس بيع غاديك والخدمه متعدي على راسك، فهو الطرف اللي عمله هذاك هولو خلى عرفوا يصفق له، وعرفك يولي يغزر لك على اساس انت مقصر. فالنوع هذه تسمى صبيب هوليودي، والنوع هذه موجود حتى في الاصحاب، تقول مثلا برا العطار انت جيب لي كذا يرجع، تعرفوا انت مشيت في العطار ثم اوف 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 على هول بين الاصحاب يا ربي ما احلاهم. تعرف انتوا لما تكون جروب خمسه سته ويجيك واحد صباب انت تعتبره من الجروب، بس انت والجروب ما تعتبره من الجروب، بس نخليه لانه بيعمل اكشن بالجروب تبعتنا. عرفت؟ نحن نعرف انه هو صباب، ولكن هذه الصبابه تبعيته بتفيدنا. ليش؟ بتعمل اكشن بين الجروب. عرفت؟ نحن كلياتنا عارفينه انه هو صباب، بيعمل اكشن، بيعمل حياه، بيعمل دراما، بيعمل شغلات، بنقعد ما نعيش الجو، نحن بنحضر. عرفت؟ نحن مش مصدقين، يعني هو فيلم مش هوليوودي، هو فيلم بوليوودي، بتحضر انت ولكن انت مستمتع بالقصص اللي بيقعد بيحكيها والاكشن وكذا وافتر افكت وكذا. انسان مخرج ابداع ابداع، هول الناس عندهم ابداع. كمان تحاكم جيت بس كيفيت بيها دي ما شدوا فلان فهمتي، وانا تحت راه ملكيت وحد كربست وما لقيتش عنده راه اللي ريتك الورقه هذيك نتاع الملسوقه ما لقيتهاش، رسلت هبط حتى الحمام نلف. ربي يقطعكم الهوليوديين التفليمي يا صبيب يا فلام يا صبيب يا فلام يا صبيب. في نفس السياق فما الصبيب اللي ما يقصدش حنين، هذا هو من داخل من داخل من داخل يقصد، اما انت كي تشوفه يصب ما تنجمش لا تسبه ولا تضربه اكيك، هذا نوع صح. اخر انواع راهو لازم فما كتالوج نتاع لازمك تحفظه وتعيش معاهم وتتلكعب باش تفهمهم، راهو مش سهل. الصباب اللي ما يقصدش مثلا يسالوا عارف ويقولوا الخدمه هذيك يا اخي وين اش بيك ما جبتهاش، يقول يا راهو مش مني انا، راهو خالد ما خدمهاش، مش ما خدمهاش هو مش منه هو، راهو خاطر راهو ماك تعرف بارتيكو بدافريك هبط يتفرج، وحتى سوسن اللي تعوذ باش تخدمها ما جا خطيبه روحت على بكري، تبت حتى للدروج ما لقيت حتى حد، حتى العساس ما يروح مع العصر العساس ماك تعرف، وزيد حتى كلمت انا المانجير نتاعنا والاسيستون نتاعنا ما في بالك بيهم، عاملين سيرتيفيكا ما هم ما همش مرضى ما في بالهم، طرت رول شركة كامله ريت من غدوه اونتريتيان للي بوست الكل، وهو يقعد ويولي كادر يقعد ما يقصدش، هو مش بالعاني هو
الله يلعنهم، هاي طقك برغي ويرجع يقعد ياكل معك بنفس الصحن. يا ابن التوت والتوت والتوت، كفاخ انت كفاخ، ما عندكم ضمير انتو؟ ضمير مستتر والله، ضمير غائب ولا كان ولا شو انتو؟ شو موضوعكم بالحياة؟ عرفت علي كيف؟ تخيل انت الحياة من غير صبابين، قديش حتكون كول، قديش حتكون ريلاكس، قديش انت حتكون مرتاح نفسيا انت قاعد مع شعب عرفت ما في صبابين، انت قاعد مع ناس محترمة معقول واعية، مع ناس بتقدر الناس التانية، في بشر عرفت. انت الصباب ما يعتبر من البشر ولا حتى من الحيوانات، عشان الحيوانات ما فيهاش صبابين عرفت، او بلا الغراب يمكن صبابين، حتى بالحيوانات في صبابين. يا اخي كفي هذوما الكلهم كوم، وفما نوع متاع صباب كوم اخر، الصباب اللي متصالح مع روحه. انت في بالك سبيته كي قلت له يا صباب، انت وصفته معناك تقول له يا صباب يقول لك وين عم عيط لي. اي لحظه، هن بيعتبروها شغله عاديه السبابين، عادي ما في شيء غلط يعني، رواق السباب سباب، هذه خدمه، هي خدمته، هذا البوزيشن تبعه، هذا البوزيشن تبعته في الخدمه. في عندك مثل ما بقول لك، في عندك سبابين هن الاكسبرت، هول الخبره، عرفت علي كيف؟ بتشوفهم يعني بتعرفهم. في عندك سبابين اللي بتكشفهم دغري من الاول، هول لانه بعدهم جداد يعني، في بوزيشن بين بعضهم يعني، عرفت علي كيف؟ خلص بتقول له سباب، هو يعرف نفسه، هو مع عامل عقد مع شركه السبابين سي او، عرفت علي كيف؟ ماضي معهم عقد، يبدا طول حياته كلب سباب. السباب المتصالح مع روحه ويبدا فخور لدرجه انك تحشم اللي انت راجل، فاللي يمشي في مخك اللي هذاك هو صحيح. لحظه ماهوش مكون راه، وحالته مقربه، فرحان فخور، سباب قد الدنيا هو. يا سباب وين عم شفم؟ اي سباب، انا سباب، انت متقلق اموري هذيك. هون المشكلة انه لما يرد عليك قل له ايه نعم، قل لك انت شو بدك ترد عليه يعني؟ شو ممكن تقله؟ هو هذا الانسان مقتنع بنفسه حيوان يعني، شو ممكن انت تيجي تواجهه بالكلام؟ انه خلص هو مقتنع بنفسه يعني، اي شيء انت حتقوله هو عارفه عن نفسه، فشو ممكن تحاسبه او شو ممكن تقله؟ لا ان يبا يعني. يجاوبك بمقولة يقول لك صب ولا تبالي فالصباب قدره عالي، يهزك العالي ان شاء الله ويرتحنا منك يا ربي. امين امين. انا قد ما نحكي على الصبابه مانيش باش نوفى جمله، اما باش تفهم الكونسيبت متاع الصبه، بخلاف اللي هما زرعوه فينا، وبخلاف اللي من اول الدنيا عندنا، وبخلاف كان فما يغطيوا لهم وجوههم بشكاير طحين، طحين اللي يعملوا به الخبز، يغطيوا لهم وجوههم باش يقولوا لهم منعرفش صحيحه ولا لا، اما اللي نعرفه وشفتها بعيني في بطاقه التعريف مكتوبه مرشد بالدرجه صبيب. لحظه، هو يعاون في الامن، هو يعاون صبيب، انت صبيب معناها هي لحظه لخبركم شوي عنا بلبنان كيف بتمشي الدوله الكريمه، بتجيب هول الناس انت صبيب تاع. والله شكلي مش حارجع على لبنان. المهم تلاقي مثلا عنده عربيه ذره، تلاقي مثلا حامل بالونات، او تلاقي ما بعرف فجاه هيك سيارته عطلت بالطريق وانت بتكون واقف عم تحكي موضوع معين، فجاه بيجيك واحد هيك ما بتعرف مين امه ماشي من حدك بسلم عليك بصير صديقك، فجاه ما بتعرف بيخلق من تحت المجارير هيك بيطلع جردون من تحت بتلاقي تطلع فيه هيك بتعرفه اني عم بقول لك ببين. ولا لحظة، في النوع اللي يمكن هو ما حكى عنه اللي هو من الفاميلي تبعيتك، يمكن يكون ابن عمك، هو بيقول لك انا ما بخبر عنك، لا انت رايبي، انت ابن عمي، انت حبيبي، ولكن من تحت لتحت هو شو بيعمل؟ بخبر واحد تاني من غير عائلة مثلا، من غير منطقة، انه ابن عمي عمل هيدي الشغلة، روح خبر فلان انه هيدي الشغلة، فهو ما له علاقة، هو ما خبر عنك بشكل مباشر، ولكن خبر عن المهم كفي. دولة مستعرفة بها كمهنة ساعة، معنى الخويا يسأل اخوه، دونك ما عادش فما مليمة. إذا الدار بيدها فيها علاش اللوم على الصغار يعني؟ يا وجد يا وجد اسمعني، راهو نحى الكادر ومشي يعسر هذيك مشي يعفو السيجار. قال له فريق الاعداد معه، قال له ليك روح مشي مشي عم يعمل سيجار. عليك يا سيزار، الله عليك يا سيزار، والله ربي شفوه اقوى انسان قسما بالله. يا هيك الكوميديا يا بلا، يا هيك الكوميديا المحترمة يا بلا، هيك هذا الإنسان الفخم، هذا الكوميديان الصح، والله العظيم يعني أنا هذا الإنسان خلص هو التوب كوميديان عندي، الحمد لله رب العالمين على نعمة إنه أنا صرت أفهم اللهجة التونسية قسما بالله. نحن التوينسي ما إلنا حل كبير، على قبال إن شاء الله ما أجي لعندكم على تونس ونزورها، وإن شاء الله تكون أمورنا تمام وأمورنا طيبة وأمورنا كلها سجلجلج يعني، عرفت علي كيف؟ سيزار إذا عم تحضر الفيديو شابو با، أول ريسبكت. كاسيسرا شعب البومباستيك فانتاستيك، I love you so much. لا تنسوا لايك كومنت شير اشتراك، and I love you. Let's go يا بيبي.
كبرنا ما تبدلنيش شوفوا في عبيد تبدلت تفرج دنيك ايش وليت رجلة بالحبس تفدلك اتيتود ما فميش رابوريت ايش من فضلت ما نقدر ما فميش ايت سيجار بليش من فضلك ازيد فضلك ايت سيجار بليش من فضلك فانتاستيك اكسترا اوردينيري that's how we do it baby.